أنا كلاسيكية، بحب الورد والجناين والكارت فستان بتاع زمان، فاكره ده؟ ولا هتقولي بقى إن أنا أكبر منك وعجوزة؟ على فكرة الفرق بيننا سنتين، يعني مش معقولة سنتين هيعملوا فيا كل ده. فاكره وما تحسسنيش إن أنا طفل، أنا كمان بحب كده زي ما بحب اسمك. حلو اسمه منال، حلو. بداية مشجعة. بص يا سيدي، أنا اتخطبت مرة واحدة بس طبعاً جالي خطاب كتير عشان أنا شيك ومثقفة ومتربية وبنت ناس، وربنا يكفينا شر الغرور. عندك مشكلة؟ لا ما عنديش مشكلة. بعد كده غرور ليه يعني؟ الحاجات دي كلها موجودة وأكتر كمان. أشكرك. وحيدة أبويا زي ما هو واضح. أخويا الله يرحمه كان بيشتغل في شركة سياحة ومات في حادث إرهابي. ماما بقى ما استحملتش بعده كتير. بس بابا زي ما أنت شفت عنده إيمان ورضا يكفيه ويكفيني ويفيد كمان. الحمد لله. أو الحمد لله بقى اللي أنت بتقولها دي ما تتحسش. عايز تحس كلمة الحمد بجد تسمعها من الأستاذ حسن أو الحاج حسن أو عم حسن زي ما بيحبوا يقولوله، مع إنه مش شيخ ولا أزهري، بس بيقرأ وبيحس وبيحب الناس، عشان كده دايما محل ثقتهم، عشان كده على طول بيشاوروه. شفتي بقى؟ شفتي ان انا معايا حق؟ وصل البنت اللي ابوها كده لازم تتحب. لا مش شرط على فكره، اللي انت بتقوله ده. بس انت شفت بابا قمر مش كده؟ مش معقوله يتحب؟ ها؟ وكان خايف ان دمك يطلع تقيل الصراحه. بس واضح ان هو وصل طفك. عقبال بنته. بنته مش متضايقة ومرتاحة. لا بس المواضيع ما بتتاخدش كده خالص. على فكرة لازم تتكلم واسمعك، اتكلم وتسمعني يعني طبعا. عشان ما يبقاش اعجابي يروح ويجي كده. صح. المعرفة تنفع صاحبها. ايه؟ بصراحة يعني ما كنتش متوقعك بتتكلمي كده يعني. يعني ما كنتش متوقعني ايه؟ ان انا بتكلم لغة عربية ولا رغاية اصلا؟ رغاية؟ تفتكري؟ لا مش قصدي كده، بس متكلمة شاطرة قوي. مدرسة يا بيه، ومدرسة لغة عربية كمان. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.